حلقة جديدة من كشك الصحافة نطالع فيها. أهالي في تعز يتحدثون لموقع إخباري: نقضي نصف يوم في طريق كنا نقطعه في 20 دقيقة. مسلحون يقيمون منازلهم فوق سور عدن التاريخي. مسؤولة دولية: اليمن الدولة الأولى عالميا في اعتماد السكان على المساعدات. ومن البي بي سي: الصين تمنع مسلسلا كرتونيا لأن إحدى شخصياته تشبه الرئيس. أهلا بكم. يقطع عبد الكريم 48 عاما مسافة 7 ساعات سفر من منطقة الحوبان شرق تعز التي يعمل فيها إلى وسط المدينة، ومن ثم إلى ريف تعز بسبب الحصار الذي دخل عامه الرابع على المدينة من قبل مسلحي جماعة الحوثي، رغم أن المسافة من الحوبان إلى المدينة لا تزيد عن ربع ساعة قبل الحصار. كما يقول للمشاهد والذي يتابع: أعاني من انزلاق مما يجعل ذهابي للعمل وعودتي إلى أسرتي نهاية كل أسبوعين أو نهاية كل شهر مأساة بسبب الألم وطول المسافة، حيث نمر عبر طرق وعرة وجبلية وغير معبدة. وتعد معاناة المرضى وخاصة مرضى السرطان والفشل الكلوي هي الأقسى، فالمرضى الذين يسكنون المناطق الواقعة خارج المدينة ويتلقون علاجهم داخل مدينة تعز يعانون من ارتفاع تكاليف النقل بسبب إغلاق الطرق الرئيسية، مضافا إليها معاناة التنقل وتكاليفه الباهظة. مواطن آخر يسرد معاناته عند إحدى نقاط ميليشيات الحوثي: تم احتجازي لأكثر من ساعة ونصف كوني أسكن في المدينة، وتم فحص هاتفي من قبل 3 أشخاص في النقطة، وعندما لم يجدوا شيئا أطلقوا سراحي. يضيف: يعتريني القهر أكثر على أمي التي تظل حابسة أنفاسها من شدة القلق من ساعة خروجي حتى تسمع صوتي وأنا أطرق باب المنزل. المواقع الأثرية التي نجت من الحرب في عدن تواجه حربا أخرى، ويعلق موقع عدن الغد: أعمال بناء عشوائية تهدد المعالم الأثرية ببوابة عدن، والباسطون يستقون بأطقم أمنية. وقال مسؤولون في السلطة المحلية بمديرية صيرة إن أعمال بناء عشوائية وغير قانونية باتت تهدد عددا من أبرز معالم مدينة عدن، بينها سور أثري يعرف بسور بوابة عدن. وقال المسؤولون لعدن الغد إن عددا من الأشخاص محمي بأطقم أمنية شرعوا في البناء مهددين بشكل كامل هذه المنطقة الأثرية، وإن من يقومون بالبناء يتحدثون عن شراء الأرضية من مسؤول أمني في عدن. وقال عارف يماني وهو مسؤول في السلطة المحلية وقطاع الأشغال بمديرية صيرة إن السلطة تحاول مواصلة أعمال البناء، لكنها فوجئت أن من يقومون بأعمال البناء يستقون بأطقم أمنية لحمايتهم. وأشار يماني إلى أن البناء تم فوق سور تاريخي قديم يحيط بمدينة عدن من اتجاهات عدة. مطامع القوى الخارجية وتكالبها على ثورة اليمن، تحت هذا العنوان كتب وسام محمد مقاله المنشور في موقع قناة بلقيس، ويضيف الكاتب في أجزاء من المقال: كما هو حال نظام صالح، فأن التحالف مع القوى الرجعية والمتخلفة وحرف الصراع عن مساره بوصفه صراعا بين الغالبية المفقرة من الشعب والقوى المساندة له الطامحة إلى خلق دولة العدالة والمواطنة المتساوية، وبين القوى المهيمنة على السلطة والثروة إلى جعله صراعا بين جهات وطوائف ومشاريع ما قبل وطنية. لقد بدأ هذا واضحا في تحالف الحوثي وصالح الطائفي الذي اعتمد بدرجة أساسية على استثمار مخاوف المناطق القبلية الشمالية من خلال تصوير موجة التغيير بأنها تستهدف مصالح هذه القطاعات القبلية وتريد حرمانها من مصادر العيش، خصوصا أثناء ما كان الحديث يدور عن صيغة الدولة الاتحادية. لا أحد معني بمواجهة هذا الوضع سوى الثورة وقواها الحية التي أصبحت مطالبة أكثر من أي وقت مضى بسرعة ترتيب صفوفها وبلورة خطابها المعبر عن مصالح الغالبية العظمى من الشعب للبدء في مجابهة أعداء الثورة وكل التدخلات السافرة التي تتكالب ضدها. الاعتماد على الشعب وعلى وعيه بحقيقة ما يدور وأين تكمن مصالحه ثم تنظيمه لأجل انتزاعها يمثل فرصة أخيرة لا تزال متاحة أمام طليعة ثورة فبراير، وهذا يشترط بناء رؤية حول أهمية وضرورة الانفكاك من الاستقطابات القائمة. فمن يقف ضد التحالف ليس بالضرورة مع إيران،
ومن ينتقد الشرعية ويجابه فسادها ليس شرطا أنه رحب بالحوثي، لكن هذه مسألة ليست بتلك البساطة، ولا يكفي أن نتحدث عنها، بل تتطلب عملا في الواقع وانحيازا نهائيا للناس وتطلعاتهم المشروعة. تقول صحيفة الأيام إنه وبعد أن مرت 3 سنوات من عمر تحرير مدن محافظة لحج من سيطرة الحوثيين، إلا أن المحافظة التي تشتهر بالزراعة لم تخرج من ثوب الحرب بعد. وتستشهد الصحيفة بآراء عدد من أبناء المحافظة، حيث تقول أروى مقطري إن ذكرى تحرير الحوطة تعتبر عرسا للأهالي. الحوطة بركان لحج، فيها تفنن الأبطال وأذاقوا العدو المالك لأحدث أنواع السلاح شر هزيمة بإمكانات بسيطة. وأضافت الناشطة السياسية إن شباب لحج رموا المذياع وحملوا السلاح، نسوا أغاني الطرب والسمر وتغنوا بأغاني القتال وشد الهمم وحرروا مدينة الحوطة. نائب مدير الشرطة القضائية وأحد عناصر المقاومة طارق عبد الجليل قال إن لحج ما تزال تقدم التضحيات من خيرة أبنائها إلى محراب الدولة في سبيل إنهاء أي دور إيراني في البلاد والجنوب خاصة واليمن عامة. عقد صحفيون يمنيون خلال الأسابيع الماضية سلسلة من اللقاءات في العاصمة اللبنانية بيروت، عرضوا فيها مأساة الصحفيين المختطفين في سجون الحوثيين، ووضع الصحفيين والصحافة في اليمن جراء الحرب، وعنوان موقع المصدر أونلاين. صحفيون يمنيون يعرضون مأساة الصحفيين المختطفين في سجون الحوثيين، وقال الموقع إن مركز صنعاء للدراسات الاستراتيجية نظم جلسة لسماع نموذج من الانتهاكات ضد الصحفيين عقدت في مؤتمر التبادل المعرفي، تحدث فيها الصحفي الحقوقي عبد الله المنصوري شقيق الصحفي المختطف توفيق المنصوري. وبين المنصوري معاناة أسر الصحفيين المعتقلين في سجون الحوثيين بحضور أكثر من 35 دبلوماسيا ومسؤولا دوليا، وقال بأن أسر الصحفيين تعاني من إجراءات الحوثيين التي يفرضونها عند زيارة المختطفين منذ منتصف 2015، كما يمارس الحوثيون انتهاكات متكررة بحق أسرهم والصحفيين أنفسهم. ترى بشرى المقطري أن انتصار ميليشيا الحوثي أصبح مرهونا بحسابات القبائل ورهاناتها، وأضافت في جزء من مقال نشرته العربي الجديد: أفضت الهزات السياسية والاجتماعية التي شهدها اليمن في العقود الأخيرة إلى صعود قوى دينية مثل جماعة الحوثي في مقابل تشرذم قوى اجتماعية تقليدية كالقبائل اليمنية. فبقدر ما حولت الحرب جماعة الحوثي إلى طرف الرئيس من أطرافها، وكان ذلك أعلى مرحلة في صيرورة الجماعة، فقد كرست الحرب تشرذم القبائل اليمنية وحولتها إلى بيدق تستأجره أطراف الصراع اليمنية والإقليمية شكلا أخيرا لضعف القبيلة وتغيير دورها الوظيفي. تميزت علاقة القبائل بجماعة الحوثي بمنحى تاريخي تصادمي، فما حكم علاقتهما على الدوام أن ضعف أحدهما كان سبباً في قوة الآخر وتغلبه، وهو ما جعل الرئيس السابق علي عبد الله صالح يوظفه في حروبه الداخلية، في حين تتشابه القوتان في علاقتهما المضطربة بالدولة اليمنية، إذ طالما توسعتا على حساب ضعف الدولة وخاضتا صراعا مريرا مع بعضهما لوراثة الدولة في مناطقهما، ولجأتا أحيانا إلى تهدئة الصراع بينهما بمقتضى توازن القوى بينهما أو في حال بروز قوة الدولة اليمنية في مناطقهما. اللافت في سياق تحولات هاتين القوتين هو انضواء القبائل في مناطق سيطرة جماعة الحوثي طواعية أو قسرا تحت سلطتها، وكان ذلك نتيجة للمتغيرات السياسية التي حكمت تموضعات القبائل في مرحلة ما بعد مقتل صالح. إلا أن الانتصارات العسكرية للسلطة الشرعية والتحالف العربي في أكثر من جبهة فرضت على جماعة الحوثي واقعا جديدا، وحاجتها للقبائل في المناطق الخاضعة لها بسبب حاجتها لمقاتلي القبائل، وهو ما يجعل مصير حروب الجماعة مرهونا بتقديرات القبائل وحساباتها السياسية. لا توجد أي دولة أخرى في العالم يعتمد 75% من سكانها على المساعدة الإنسانية، هذا ما قالته مسؤولة أممية في الأيام الماضية. ووفقا لموقع الاشتراك نت، تفيد ليز جراندي منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في اليمن
بأنه وفي الوقت الحالي لا يعلم 8.5 مليون يمني كيف سيحصلون على وجبتهم المقبلة. إنهم يعانون من جوع حاد، تضيف غراندي. تفيد تقديراتنا بأن الحرب إذا لم تتوقف بنهاية العام الحالي فإن ذلك سيدفع 10 ملايين يمني آخر إلى نفس الوضع، أي أن 18 مليون شخص في اليمن سيعانون من الجوع الحاد. وقالت المسؤولة الدولية في حوار مع موقع أخبار الأمم المتحدة إن الأمر قد لا يتطلب سوى ضربة جوية واحدة أخرى للمنشآت حتى يتفشى وباء الكوليرا بشكل لا يمكن وقفه. تتابع: عندما نتحدث عن 8.5 مليون شخص يعانون من الجوع الشديد، فمعنى ذلك أنهم يأكلون وجبة واحدة يوميا، ومنهم من يأكل مرة كل يومين أو مرتين أسبوعيا. إذن بعد الفاصل سنعود لمتابعة أبرز ما أوردته الصحف العربية والعالمية بالإضافة إلى بعض الأخبار المتنوعة، ابقوا معنا. بين قوسين مساحة أسبوعية نسلط من خلالها الضوء على قضاياكم وهمومكم، نتتبع إنجازاتكم الثقافية والرياضية والفنية، نقف على أبرز القضايا السياسية والاجتماعية ونناقشها بدقة وتفصيل، نستطلع الشارع ونستضيف المعنيين والمختصين بحثا عن الحلول. أهلا بكم من جديد، مستمرون معكم، والآن إلى مطالعة أبرز ما أوردته الصحف العربية والعالمية. والبداية تقول: مع تصاعد الحرب في اليمن كما تقول العرب الجديد، انهارت القوات اليمنية الحكومية في أغلب المدن الجنوبية وتحولت إلى ساحة حرب بين قوات الشرعية ومسلحي جماعة الحوثي، الأمر الذي مثل فرصة ذهبية لتنظيم القاعدة الذي كان يتمتع بنفوذ وانتشار متهاوت في مناطق جنوب وشرق اليمن. لكنه وخلال العام الأول من الحرب كان قد أصبح المسيطر على العديد من المدن قبل تهاوي سيطرته، تباعا ليتبين أنها كانت بفعل صفقات سرية عقدت بين التنظيم والتحالف العربي. وفقا لما كشفته وكالة أسوشيتد بريس وطبقا لتأكيدات مصادر محلية متعددة للعربي الجديد، انخرط مسلحون محسوبون على تنظيم القاعدة منذ الأشهر الأولى للحرب في عدن ومحيطها بالقتال باعتباره خصما عسكريا للجماعة. وخلال هذه الفترة استولى مسلح التنظيم على آليات وعتاد عسكري ضخم ومبالغ مالية، خصوصا في مدينة المكلة التي سيطر عليها التنظيم في أبريل 2015. واعتبارا من أواخر العام 2015 تحديدا في الأشهر التي تلت إنهاء سيطرة الحوثيين وحلفائهم في المحافظات الجنوبية، كان تنظيم القاعدة يتمدد ويسيطر على المناطق بما فيها أجزاء من عدن. وخلال الربع الأول من العام الذي تلاه جرى الإعلان عن تدشين أول عملية عسكرية لتحرير أجزاء من عدن من القاعدة. بالتزامن بدأت قوة جديدة بالظهور وهي قوات الحزام الأمنية الموالية للإمارات، وكان اللافت حينها أن المنصورة ومناطق أخرى في عدن جرى الإعلان عن تحريرها من مسلحي التنظيم دون معركة حقيقية بل مواجهات وغارات جوية محدودة. وكان المفاجئ مع بدء تقدم قوات النخبة المدعومة من الإمارات انهيار سيطرة التنظيم في المكلا وانسحابه بشكل مفاجئ من المدينة دون مواجهة عنيفة باستثناء غارات واشتباكات محدودة. وبدا واضحا حينها أن الانسحاب تم بناء على صفقة. تدرك طهران صعوبة موقفها الراهن في ظل تربص أمريكي تحت قيادة ترامب المندفع ومحاولة روسيا إرضاء إسرائيل وضمان وجود عسكري مستقبلي لها في سوريا. هذه فقرة من مقال كتبه سامح راشد في العربي الجديد تحت عنوان تراجع إيراني تكتيكي. على صانعي القرار في واشنطن وموسكو وتل أبيب وقبلهم في الدول العربية قراءة المشهد من كل جوانبه، فطهران التي تمر بأزمة داخلية وضغوط خارجية متنوعة لن تتنازل عن حصد مكاسب دورها الداعم لنظام بشار الأسد، خصوصا بعد أن بدأ النظام بالفعل في استعادة أراض سورية كثيرة، والأهم أنه حصل بالفعل على قبول إقليمي وعالمي بالبقاء في السلطة حتى إشعار آخر. وليس من المتصور أن تتنازل إيران عن نصيبها من الكعكة السورية بتلك السهولة، بل إن قبولها الابتعاد عن الجولان بهدوء وتجنب استفزاز إسرائيل
يشير بأنه تراجع تكتيكي وليس استراتيجي. وفي موازاة المعطيات الجديدة التي تضغط على إيران تدفعها إلى تقديم تنازلات أو مواجهة تحديات صعبة في سوريا، ثمة أمر واقع يصب في صالح الحسابات الإيرانية في سوريا. أهم مكوناته ذلك الاتساق العقائدي والمصلحي بين طهران ونظام بشار الأسد، وورقة حزب الله اللبناني التي تجيد طهران تحديد توقيت استخدامها وأسلوبه. أخيراً، إيران على وعي تام بأن كلمة السر في بقائها أو رحيلها عن سوريا ليست موقف موسكو أو حتى موقف واشنطن، إنما هي إسرائيل. وتملك إيران خبرة طويلة في التعاطي مع تل أبيب وإدارة علاقة متوازنة معها، لذا لن يكون غريباً أن يستدعي الطرفان هذه الخبرة بمهارة وبراغماتية في سوريا. صحيفة الإكسبريس الفرنسية تساءلت هل يجب أن نخاف من هجمات الطائرات بدون طيار؟ حيث انفجرت طائرتان بدون طيار في وسط كاراكاس أثناء طوافهما فوق عرض عسكري برئاسة الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو. وفقا للسلطات كان الرئيس هدف هذا الهجوم الفاشل. وذكر وزير الداخلية أنه تم اعتقال 6 أشخاص على خلفية الهجوم. وقبل أيام أعلن المتمردون الحوثيون في اليمن أنهم شنوا هجوما بطائرات بدون طيار على مطار أبو ظبي عاصمة الإمارات. وأبلغت السلطات المحلية في البداية عن حادث وقع على مركبة ناقلة قبل إنكار أي اعتداء، لكن العديد من الخبراء يشيرون إلى أن مثل هذه العملية ليست ممكنة من الناحية الفنية للحوثيين فحسب، بل حتى ليس من السهل تحقيقها. يقول برنارد هيتسون مدير مكافحة الإرهاب في وكالة المخابرات المركزية في تقرير ترجم خصيصا لقناة بلقيس، إذا كانت الأحداث في فنزويلا والإمارات العربية المتحدة مقلقة، فإن هجوم أبو ظبي الفاشل مخيف بشكل خاص، لأن تدمير طائرة تجارية قد يتسبب في وقوع عدد كبير من الضحايا. يرى الكاتب خيري منصور أن ما يمارسه فقهاء الظلام من إعادة إنتاج نصوص ومرجعيات كي تلائم مصالحهم هي ردود أفعال متوقعة. وحين يعجز هؤلاء عن الحوار ويشهرون إفلاسهم الفكري يلجأون إلى العنف. ويضيف منصور في مقال نشر بالخليج: في كل المراحل التي حملت اسم النهضة تضافرت 3 عناصر وتفاعلت للتقدم إلى الأمام: الفكر والفن بمختلف مجالاتهما والإرادة أيضا. ولو غاب عنصر واحد من هذه العناصر لما تحقق الحلم. لهذا غالبا ما توصف النهضة العربية في القرن 19 بأنها لم تستكمل أقانيمها وتعرضت لإجهاض مبكر، لأن روادها واجهوا عوائق محلية تحالفت مع استراتيجيات خارجية لإبقاء الأمة على حالها. ولو قدر للتيار العقلاني أن ينتصر ويستمر لربما كان المشهد العربي الآن مختلفا تماما. وما أفرزته تلك المرحلة الاستثنائية بكل المقاييس من أفكار وتأملات لم يجد من يترجمه إلى ثقافة سائدة. وما حدث هو أن الخرافة تسلحت بل تأدلجت ضد العلم، وكان من الطبيعي أن ينتهي دور رواد النهضة من التنويريين إلى مصائر مأساوية. لكن ذلك لا يعني أن الستار أسدل على تلك الفترة، لأن ظلالها وأصداءها بقيت حتى الآن. وما يقدم من دراسات وأبحاث عن النهضة وعوامل إجهاضها هو توعية تحصن الناس ضد تكرار ذلك الفشل. ومن يقولون ما أشبه الليلة بالبارحة تقتصر قراءتهم للظواهر على السطح، فالليلة أصعب وقد تكون أطول من البارحة، لأن التجهيل لم يعد يستخدم أساليب تقليدية بل يسطو على منجزات التكنولوجيا ليحول النافعة إلى ضارة. والخرافة التي كانت تتسلل ببطء وتصل إلى عدد محدود من الناس أصبحت الآن ذات انتشار وبائي، لأنها تستخدم العلم للتجهيل، وتلك واحدة من مفارقات التاريخ الأشد إثارة. نهاية نظام عالمي، العنوان الذي اختارته صحيفة ديلي تيليغراف لمقالها الافتتاحي الذي تناولت فيه الخلاف الأوروبي مع الولايات المتحدة بشأن إعادة فرض العقوبات على إيران. وتعرج الصحيفة على نتائج القرار الأمريكي في الإضرار بالاقتصاد الإيراني الذي تلقى ضربة قوية، فضلا عن تصاعد القلاقل السياسية التي قد تهدد حكم آيات الله. وتشير أيضا إلى ترحيب الدول التي تخشى نزعة طهران التوسعية، كما هي الحال مع المملكة السعودية وإسرائيل، بإصرار ترامب على أن أي اتفاق جديد يجب أن يشمل كل من البرنامج النووي ودعم الإرهاب. وتستدرك الصحيفة بالقول إن الثمن الذي سيدفع لتحقيق ذلك هو التفكيك التدريجي، لما اعتيد على أن يكون مقتربا غربيا موحدا في التعامل مع تهديد دول مثل إيران
وروسيا، وتخلص إلى القول إن سياسة ترامب أمريكا أولا تحطم النظام العالمي المتواصل منذ عام 1945 شيئا فشيئا، وستطال عواقبها بعيدة المدى بريطانيا بعد الخروج من الاتحاد الأوروبي وبقية العالم. شخصية كرتونية تثير جدلا في الصين كما ذكر موقع البي بي سي، حيث منعت السلطات الصينية عرض فيلم كريستوفر روبن أحدث إنتاج لشركة ديزني الأمريكية والذي تشتهر فيه شخصية ويني الدبدوب. لم يعلن بعد عن أسباب المنع، غير أن ثمة اعتقادا بأن السبب يعود إلى حملة تشنها البلاد بسبب استخدام شخصية ويني الدبدوب المحببة لدى الأطفال في بعض الإسقاطات. كانت السلطات الصينية قد حجبت تداول صور شخصية ويني على مواقع التواصل الاجتماعي منذ العام الماضي بعد أن أصبحت شخصية الدب رمزا للمعارضة السياسية، خاصة بعد أن ربط الشبه بينها وبين الزعيم الصيني شي جين بينغ، وبدأت تلك المقارنات في عام 2013 عندما ظهر الرئيس الصيني يسير مع الرئيس الأمريكي في ذلك الوقت باراك أوباما، ونشرت الصورة جنبا إلى جنب مع صورة تظهر الدب ويني يسير إلى جانب شخصية النمر. ومع زيادة شعبية شخصية الدب ويني بدأت أجهزة الرقابة الصينية بحجب صوره، وكذلك حجبت أي ذكر للدب في جميع وسائل التواصل الاجتماعي. ما زلنا عند الكوارث الطبيعية التي اجتاحت العالم من فيضانات وأعاصير وحتى حرائق، وكذلك الارتفاع الشديد لدرجات الحرارة كما نشرتها عدسات صحيفة الديلي تيليغراف، نتابعها معكم في جولتنا المصورة لهذا اليوم. كيف عبر رسام الكاريكاتير عن أحداث اليوم؟ هذا ما نتابعه فيما نشرته عدد من الصحف. بهذه المجموعة من الصور ورسوم الكاريكاتير نكون قد وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم، شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.